سيدي المرسلين. بادئ للبدء يعني نشكر إذاعة عين تيموشنت يعني على هذه الاستضافة الطيبة في هذه الحصة لإطراء يعني مسودة القانون الأساسي للانتخابات من خلال يعني تخصيص هذه الحصة. ده يعني سبقني زميلي الأستاذ صانف يعني ممكن بإعطاء إلمام أو إلمامة يعني شاملة حول هذا القانون الانتخابي بصفة عامة، ولكن عندما نريد أن نتكلم عن مسودة القانون الأساسي للانتخابات أو القانون العضوي للانتخابات نجد بأن فعلا تضمن بعض البنود أو بعض المواد التي يعني تعتبر إن صح التعبير جديدة أو شيء جديد في الساحة السياسية حتى على المستوى يعني الساحة القانونية أيضا، مما ممكن فتح نقاش كما سبق وأن قلت في مقدمة الحصة، وهنا ينبغي توضيح يعني المفاهيم وتحديدها. إذن نجد بأن هناك مادة أساسية وهي المادة 167 والتي هي تخص موضوعنا وهي نظام القائمة المفتوحة على عكس ما كان موجودا سابقا وهو نظام القائمة المغلقة، بدليل أن الواضع المسود يعني بدون تحديد قد أدرج يعني جزئية وهي في هذا يعني في هذا المادة، وهي أنه بدل ما كانت أنه منتخب أعضاء المجلس الشعبي البلدي مثلا والمجلس الشعبي الولائي لعهدة يعني مدة 5 سنوات بطريقة الاقتراع ونقطة، أضاف الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت يعني تفضيلي دون مزج. اعتبرت هذه المادة يعني إن صح التعبير هي النقطة التحولية في النظام الانتخابي بالنسبة لطريقة الانتخاب إذا كان على أساس القائمة المغلقة أو القائمة المفتوحة. قبل الخوض في ذلك ممكن أن المستمع الكريم يسمع قائمة مغلقة وقائمة مفتوحة ولا يفهم شيئا من هذا، إذن سنحاول أن نوضح هذا الأمر. نظام وهو أن الناخب يعني معك ناخبين عندما نذهب يوم الاقتراع سواء على مستوى المجالس المحلية يعني الانتخابات تاع البلدية هكا باش نوضحوا الأمور أو انتخابات المجلس الشعبي الولائي تكون هناك قوائم مطروحة يعني، ونحن نقوم بماذا؟ باختيار أو انتخاب القائمة دون أن نستطيع أن نغير في هذا الأعضاء، وبالتالي تكون القائمة بجميع أعضائها مفروضة علينا. نعطيك مثال بسيط حتى نوضح الأمور، سأخرج عن المجال الأكاديمي العلمي القانوني وبأسلوب عامي. نجي أنا نفوتي على قائمة معينة تتضمن أحمد علي قدور محمد، من بين هاد الأشخاص كاين أشخاص بالنسبة لي هم نزهاء ويعني تضع فيهم الثقة فعلا، وأضع ثقة مثلا في ألف وباء، وهادو اللي باقيين أنا ما نشوفهم بلي ما يخدموش ما يصلحوش، ولكن التصويت بنظام القائمة المغلقة يفرض علي نختار القائمة كما هي، وهنا نكون أمام نوعا ما يعني وكأن القائمة فرضت علي يعني بالرغم من وجود أشخاص اللي هما أنا نشوفهم نزهاء وممكن عندهم يعني إرادة للعمل الصحيح، وهذا الشيء المطلوب. إذن نظام القائمة المغلقة كان يقيد الناخب أنه يختار القائمة يديها كما هي ولا ما يديهاش، وعلى هذا الأساس يعني وجد يعني حاليا بديل نوعا ما يحاول الواضع المسودة أن يعني يترك أثرا، وهو ماذا؟ وكأنه يقول أنت أيها المرشح في القائمة سيتحدد مستواك وسيتحدد معدل قبولك من قبل يعني الأفراد ليس بانتمائك واختبائك في قائمة معينة، وإنما من خلال أن الفرد في نظام القائمة المفتوحة يمكن أنه يدي القائمة ويختار زوج يعني أو ثلاثة والبقية يعني يرفضوها، وهنا تكون ماذا؟ مسألة الاختيار للناخب، ونرى في نوع من الحرية فعلا نوعا ما. يعني أنا كي نمشي مثلا عندما أذهب إلى القائمة ألف أو القائمة باء مش مجبر أني ندي مثلا عمر وعلي وكل القائمة، لأن هنا الشخص اللي يشوف فيه الكفاءة الشيء الذي ظهر من خلال الممارسة السياسية، وما نحن عشنا تجارب كثيرة، المواطن الجزائري عاش تجارب كبيرة في الأنظمة، وعلى هذا الأساس شو أحيانا العزوف انتخابي. لماذا العزوف؟ لأنه يعرف مسبقا بأن عندما تفوز القائمة سيكون هناك ماذا؟ سيكون هناك يعني أشخاص مؤثرين وفاعلين، ويعني وراءهم ماذا؟ أشخاص اشترتهم بالأموال. هذه الظاهرة يعني نظام القائمة المفتوحة يحاول يعني المشروع أو المسودة تحاول أنها تتفادى مسألة شراء الدمم والأصوات، لأن أحيانا ندير قائمة تاع
كدو ليست مثلا او راس القائمه يكون شخص معروف وعنده يعني جمهور، والبقيه او مثلا في الاسفل او في الوسط نوجد اشخاص ما عندهم الجمهور ولكن عندهم القدره الماليه، عندهم مثلا الاتصالات نتاعهم والى غير ذلك. وهنا يتحول ماذا مسار المجالس المنتخبه من مجلس هو تحقيق المصلحه العامه الى ممكن شيء اخر. هذا هو السبب. اذا بالنسبه ربما ما عنوين تحت شعار اخلقت الحياه السياسيه، الحياه السياسيه نوعا ما، يعني هذا نظام القائمه المفتوحه مقارنه مع نظام القائمه المغلقه، يعطي نظام القائمه المفتوحه يعطي للناخب يوم الذهاب الى مكتب الانتخاب ان عندما يتوجه الى ذلك المكان للاختيار يدي قائمه ويختار منها يعني شخص أو أكثر، ولكن في حدود عدد المقاعد، بيتجاوز حدود المقاعد المفتوحة، وبالتالي لاختيار الأشخاص ممكن نختار شخصين أو ثلاثة. أنا اختاريت زوج ولا ثلاثة في هذه القائمة ويجي شخص آخر اختار، وبالتالي في الأخير عملية ترتيب المقاعد تكون ليس على أساس ما حصلت عليه القائمة وإنما على أساس ما حصل عليه الأشخاص من أعلى نسب. يمكن أحمد في القائمة ألف هو اللي ادى أعلى